السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في نواكشوط بعد ساعات من إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزارة العدل. الجمعية الوطنية تختم دورتها البرلمانية العادية الثانية هذا العام، ورئيس البرلمان يشيد بأداء النواب خلالها. النقابة الوطنية للفاعلين في قطاع التعليم الخاص تحذر من انهياره وتطالب بدعم القطاع قبل استئناف الدراسة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي اليوم في القصر الرئاسي بنواكشوط برئاسة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، ويأتي الاجتماع بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الدورة البرلمانية الثانية وتوقيع رؤساء الفرق البرلمانية على مقترح توصية بإحالة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل من أجل إحالته للجهات المختصة. اختتمت مساء أمس الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2019-2020 بعد سلسلة جلسات صادقت خلالها الجمعية الوطنية على ما يربو على 20 نصا قانونيا. وقد أشاد رئيس البرلمان الشيخ الباية في كلمة ختامية بعمل النواب في الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة كورونا. نحن نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2019-2020 التي انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد-19 وقع بلادنا وسائر البلدان شره. لقد استدعت مواجهة هذه الجائحة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات بما فيها جمعيتنا الموقرة التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى، وقد تم ذلك بالتشاور وبمساعدة كافة الفرق البرلمانية. واعتبر ولباية أن ممارسة البرلمانيين لحقهم الدستوري في المبادرة التشريعية من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية سيساهم في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات على حد تعبيره. وقد تميزت الدورة البرلمانية المنقضية أيضا بممارستنا لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم بدون شك في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات. وكان للدور الرقابي للبرلمان أيضا نصيبه في هذه الدورة، إذ تواصلت وانتهت خلالها أعمال لجنة التحقيق البرلمانية وقدمت تقريرها النهائي وبنى عليه السادة النواب في جو من التشاور والإجماع ما يرونه مناسبا من مقتضيات. أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 93 حالة شفاء من بين المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. وقال مدير الرقابة الوبائية والإعلام الصحي محمد محمود والعلي محمود خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة إن المصالح المختصة سجلت كذلك 24 إصابة شديدة بالفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة. أخواتي الكرام، أخواتي الكريمات، نقدم لكم الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية والخاصة بكوفيد-19. عدد الحالات الجديدة 24، جميعها من ضمن المخالطين، فيما بلغت والحمد لله حالات الشفاء خلال 24 ساعة 93 حالة شفاء جديدة، صفر من الوفيات والحمد لله.
يبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء 6273، من ضمنها 5946 من ضمن المخالطين، 148 حالة مجتمعية، 179 من الحالات الوافدة. إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 4776. أطلقت وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني فعاليات ورشة تسعى إلى مراجعة البرامج والكتب الدراسية ومعالجة الاختلالات الملاحظة فيها. وتأتي مراجعة المناهج والكتب الدراسية الجديدة بعد أقل من 4 سنوات على آخر مراجعة كلفت ميزانية الدولة عشرات المليارات. المزيد في سياق هذا التقرير. أزيد من 130 مفتشا وأستاذا ميدانيا يعكفون لمدة 20 يوما على مراجعة البرامج الحالية لوزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني لسد الاختلالات الملاحظة فيها ومراجعة برامج المدرسة العليا للتعليم وتحديث الكتب المدرسية انسجاما مع البرامج الجديدة وفق المقاربة التربوية الشمولية حسب القائمين على الورشة. إنني على يقين أن هذه الخطوة ستساهم لا محالة في الرفع من مستوى أداء منظومة التربوية، وسيكون الأثر البالغ في مستوى تحصيل التلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية والسلوكية والمهنية. وقبل أن أنهي كلمتي، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وكامل الامتنان للقطاعات الوزارية الشريكة على تجاوبها وتعاونها البناء، وإلى منظمة اليونسكو والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم لهذا النشاط. هذه المراجعة تأتي ولما يجف بعد مداد المراجعة الأخيرة التي انطلقت عام 16 و2000 وبدأ بعض كتبها يصدر على خجل خلال العام الماضي، تأتي لتنسخ العمل السابق وتبدأ فصلا جديدا من المراجعات. لقد أدت الإصلاحات المتتابعة وغير المكتملة وغياب مقاربة تربوية صلبة مختارة ومطبقة بعناية في تصميم وتنفيذ البرامج السابقة، بالإضافة إلى نقص الوسائل وعدم تنوع الشعب المفضية إلى مواصلة الدراسات العليا والولوج إلى سوق العمل وغياب إطار للتقويم، إلى الضعف الملاحظ في برامج التعليم الثانوي. وانطلاقا من هذا الواقع وسعيا إلى إحداث نقلة حقيقية في نوعية التعليم، قرر القطاع بالتعاون مع وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، إطلاق مسار يهدف إلى مراجعة البرامج الحالية لسد الاختلالات الملاحظة فيها. ويرى بعض المراقبين التربويين أن مثل هذه المراجعات يحتاج إعدادا محكما وإعطاء الفرصة لها قبل التقويم كي تأخذ مداها ويطلع على مخرجاتها، خصوصا أنها تصرف عليها عشرات المليارات، كما أن المنهج الدراسي في المنظومة التربوية يعتبر الترجمة العلمية لأهداف التربية التي تحدد ملامح المواطن المنشود والمدخل الرئيسي لأي إصلاح جاد. وفي ذات السياق قد أمس وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني محمد ملعينين وليه زيارة للمراكز المحتضنة لورشات مراجعة برامج التعليم الثانوي. وستعتمد المراجعة الجديدة لبرامج التعليم الثانوي بحسب الوزارة الوصية على مكونات ثلاثة تعالج المناهج وتراعي مستويات التلاميذ طيلة المراحل الدراسية. المزيد في سياق التقرير. هكذا وصف أحد الأساتذة المشاركين في مراجعة برامج التعليم الثانوي معاناتهم أمام وزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني خلال زيارة أداها للمراكز المحتضنة للورشات بنواكشوط. وبحسب الوزير فإن مراجعة البرامج تعتمد على مكونات ثلاث تعالج قضايا هامة تراعي مستويات التلاميذ طيلة المراحل الدراسية. العملية مبنية على موجهات، منها على أنها تأخذ عين الاعتبار النقص اللي يحصل ضرك في التعليم الأساسي واللي في التلاميذ في التعليم الثانوي مازال عندهم بعض النواقص، واللي دور يتم التغلب عليه في إطار لا ريفورم اللي هو الإصلاح اللي عدل القطاع المكلف بالإصلاح. غير في انتظار ذاك يجب علينا يعود في التعليم الثانوي مولفة ما فيها جهد مكمل باش الناس اللي فات خطمت عندك المرحلة يعود يتم تلافي اللي قد يتم تلافيه من النقص في تكوينها. منسق مراجعة المواد العلمية خلال تصريح لقناة المرابطون
أكد أن هذه العملية تعتبر نظرة شمولية لجميع المواد المدرسة على مستوى التعليم الثانوي. نظرة شمولية للبرامج الموريتانية المدرسة على مستوى التعليم الثانوي، وهي تأخذ في الحسبان جميع الأبعاد اللي أساسية في تكوين النشء ولا التلميذ في المرحلة الثانوية. تأخذ طبعا الأبعاد الأكاديمية، تأخذ الأبعاد النفسية، تأخذ الأبعاد الواقع الموريتاني، وتسقط هذه البرامج على هذا كله. زيارة وزير التعليم الثانوي للثانوية العربية ومدرسة الامتياز ومدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية المحتضنة لمراجعة برامج التعليم الثانوي تأتي في ظل استجلاب الوزارة الوصية خبراء أجانب من أجل الاستعانة بهم في دعم مجال التعليم ليكون مساهما في تقدم البلاد في شتى الميادين. عقدت النقابة الوطنية للفاعلين في قطاع التعليم الخاص مؤتمرا صحفيا أمس في نواكشوط تحت عنوان كورونا والتعليم الخاص بين إكراهات تعليق مدمر وتحديات استئناف آمن. وقدم الأمين العام للنقابة محمد المختار والمحمد الملقب الحارث عرضا عن الحالة التي يعيشها قطاع التعليم الخاص والآثار التي وصفها بالفظيعة الناجمة عن جائحة كورونا وسبل استئناف الدراسة في شهر سبتمبر المقبل. وطالبت النقابة السلطات العمومية بضرورة دعم مدارس ومؤسسات التعليم الخاص لتتمكن من استئناف الدراسة في جو آمن. الخاص فمثلا بالنسبة لقسم عند السلطات العمومية 30 تلميذ يمكن أن يضعها في حجرة واحدة. بالنسبة للمدارس الخاصة هذا الفصل في بعض المدارس فصلين باعتبار 15 طابلة في قسم، وبعض المدارس ثلاثة أقسام باعتبار أن القسم يحوي 10 طاولات، وفي بعض الأقسام 6 أقسام، بعض المدارس 6 أقسام. هذا ما يتطلب إذن استئجار مباني جديدة وتجهيزها إلى غير ذلك. إن قطاع التعليم الخاص لم يعد يفصله عن إعلان إفلاسه إلا عدم تعاطي السلطات العمومية بجدية وبموضوعية وبمسؤولية مع محنته الراهنة مستحضرة دوره المحوري في تربية الأجيال والتكفل بقسط بارز من مهمة الدولة الرامية إلى توفير الخدمة التربوية لكافة أطفال الموريتانية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي على ختام نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في القصر الرئاسي بنواكشوط بعد ساعات من إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزارة العدل. الجمعية الوطنية تختم دورتها البرلمانية الثانية العادية هذا العام، ورئيس البرلمان يشيد بأداء النواب خلالها. النقابة الوطنية للفاعلين في قطاع التعليم الخاص تحذر من انهياره وتطالب بدعم القطاع قبل استئناف الدراسة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الواحدة والنصف. تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد، وفي الثالثة موجز إخباري محول. إلى اللقاء.